السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم جيجي من قناة جيجي فريد. النهاردة ان شاء الله هكلمكم على كريم اساس تشاو ده، وهقارنه بكريم اساس اماندا. اول حاجة هنتكلم على كريم اساس تشاو. الازازة دي شكلها هي ليها بامب، واللي دي شكل الازازة. ولما جيت اجيبه البنت اللي كانت واقفه كان لقيت انا بقى عبوتين، دي وعبوه تانية شكل تاني، فقلت لها ايه الفرق بين الاثنين؟ قالت لي العبوه التانية ازازه كده شكل تاني طويله، قالت لي دي للبشره الدهنيه، وده قالت لي للبشره الجافه والعاديه اللي هي دي. انا طبعا جبت ده عشان البشره الجافه والعاديه، فزي ما قلت لكم في شكل تاني، فانت لما تروحي تشتري عرفيها قولي لها انا عايزه بتاع البشره الدهنيه او بتاع البشره الجافه. طيب اول حاجة ده رقم واحد، في منه طبعا درجات تانية. انا جبته بتسعين جنيه قوامه، هوريكم القوام بتاعه. هو بامب سهلة جدا في الاستخدام، يعني الازازة سهلة قوي اهو. ده القوام بتاعه، قوامه متوسط مش تقيل ومش خفيف. اول حاجه لاحظتها فيه، طبعا انا خدت كده كتير جدا فانا هشيل بس جزء كده. بصوا اول حاجه لاحظتها فيه ان هو، بصوا هو درجته كده فاتحه جدا طبعا، فهو لما بتحطيه وتستني شويه، يعني هو لسه هيأكسد، هو كده يعني هو المفروض فاتح مش باين قوي، بعد شوية بتلاقيه اكسد درجتين. يعني ايه اكسد درجتين؟ يعني بتلاقيه غمق شوية، مغمقش قوي ولونه قفل قوي لا، بس هتلاقيه خد شكل وشك او خد شكل لون جلدك. فاو دي اول حاجة عجبتني فيه، الاكسدة بتاعته مش وحشة، ما بيغيرش لونه ويغمق كده جدا ويطفي لا، لكن بيطبع مع شكل وشك، يعني بيطبع مع لون جلدك، فالاكسدة بتاعته حلوة مش وحشة. دي اول حاجة. تاني حاجة قوامه متوسط مش تقيل قوي ومش خفيف، يعني ايه؟ لما بتحطيه بيبقى شكله طبيعي جدا على البشرة، ملمسه طبيعي جدا على البشرة. انا كبشرة جافة كمان لقيته ان هو فعلا حلو، بينشفش بشرتي، بس طبعا انا اكيد بعمل الروتين بتاع قبل ما احط المكياج، اللي هو برطب وبكون غسلة وشي بالغسول وعاملة مقشر، بحيث لو في اي قشور اي حاجة، مهما كان كريم الاساس غالي هيعلق في القشور، فخلي بالكم من النقطة دي. فلو في اي قشور اي حاجه، بالذات لو بشرتك جافه، اتاكدي ان انت عامله تقشير ومفيش اي قشور وبشرتك ناعمة اساسا. بعد كده بحط كريم الاساس. طبعا انا ما بستخدموش استخدام يومي، انا يعني ما بحبش كريمات الاساس قوي، بس برضو بحب يكون عندي استخدام. هو ممكن تستخدميه على فكره يومين، هو خفيف جدا يعني، لكن انا كنصيحه ليكي ما ترهقيش بشرتك بكريم اساس يوميا. مهما كان خفيف ما ترهقيش بشرتك بكريم اساس يوميا. الكريم ده جميل جدا، طبعا هو فيه اس بي اف 15، بس طبعا ده لا يعتمد عليه كواقي شمس، يعني الاس بي اف اللي هو عامل واقي الشمس مش لا يعتمد عليه طبعا، فلازم تكوني انت حاطه واقي شمس قبله. لكن هو جميل، بيدي شكل طبيعي جدا على البشرة، من حيث بقى الثبات بيفضل ثابت مثلا 4-5 ساعات ما بيتحركش، يفضل ثابت معاكي 4-5 ساعات. ممكن بعد 4-5 ساعات تحس ان هو زي سنة صغيرة كده، لكن ممكن بالسبونجة بتاعت البودرة تظبطي الكلام ده، او بمنديل مثلا، لو مشيتي بمنديل كده على وشك خلاص هيمتصلك اي زيوت زيادة، وهيفضل هو شكله حلو جدا على البشرة. بالنسبة لسعره هو 90 جنيه، يعتبر مش غالي، حلو جدا، ثباته حلو، شكله حلو، ملمسه حلو على البشرة. عجبني بصراحة تشاو ده، جميل وثباته زي ما قلت لكم 5-6 ساعات. لو بشرتك جافة هاتي النوع ده اللي هو اللي هي البامب بتاعته لونها فضي كده. لو بشرتك دهنية في شكل تاني، عبوة تانية، انت عرفي البنت وانت بتشتري ان انت عايزة للبشرة الايه، دهنية ولا جافة. حلو، انصحك تجربيه، جميل جدا تشاو ده. ماركة تشاو عموما حاجتها مش غالية، بس منتجاتهم معظمها انا بحبها، عجبتني يعني. هبقى اكلمكم على حاجات تانية اشتريتها من عند تشاو وعجبتني. دلوقتي بقى هكلمكم على كريم اساس اماندا، والفرق بين اماندا وتشاو، الفرق بين الاثنين دول. خلاص انا قلت لكم على تشاو حلو جميل. اماندا بقى، اماندا اكتر حاجه بتميزه عن تشاو ايه هي؟ ان هو ثباته فتره طويله، ممكن 10 ساعات يفضل ثابت على وشك،
ثابت جدا. العبوه دي الخاصه للمفروض هو للبشره الدهنيه، بس انا برطب وشي كويس جدا قبله بكريم مرطب كويس، وزي ما قلت لكم بكون مفيش اي قشور في البشره، عامله سكراب علشان يبقى النتيجه كده حلوه لكريم الاساس. استخدمته ده رقم 10، اوريه لكم برضو. برضو هو بامب كده، اهو جميل برضو، بياخد شكل ولون البشرة على طول. لما بتكوني جايبه درجه كريم الاساس مظبوطه معاكي، ما تكونش افتح منك ولا اغمق منك، علشان يعني ايه مظبوطه معاكي، ممكن تجيبيه لون بشرتك يعني ممكن افتح نص درجه مش اكتر من كده، عشان ما يبقاش فيه فارق جامد بين وشك ورقبتك وايدك وكده، فنص درجه مقبوله يعني. فلما بتستخدمي بقى الدرجه المناسبه ليكي بتبصي تلاقيه نور بشرتك ويبقى كانك مش حاطه حاجه. فمهم قوي وانت بتجيبي كريم الاساس تأني كده في الدرجه اللي انت بتجيبيها عشان يكون ناجح معاكي. فكريم اساس بقى اماندا زي ما قلت لكم شكله حلو قوي على البشره، ثباته حلو، برده الاس بي اف فيه مش لا يعتمد عليه، لازم تحطي واقي شمس قبله. سعره 130 جنيه، تشاو سعره 90، هو سعره 130. حلو، انا بحب منتجات اماندا، وكريم اساس اماندا ده جميل جدا، ثباته حلو، قوامه حلو، درجاته كتير جدا، اتقل شويه من تشاو من حيث يعني التغطيه، تغطيه تشاو متوسطه، تغطيه اماندا اعلى شويه، يعني ممكن لو حطيتي مره والتانيه ممكن يغطي لك لو في اثر حبايه او حاجه هيغطيها، لان هو يعتبر مش خفيف، فتغطيته حلوه كمان. ده حلو جدا طبعا للبشره الدهنيه اساسا، لان هو اساسا للبشره الدهنيه، بس انت لو بشرتك جافه ورطبتي وشك كويس قبله واستخدمتيه مش هتحسي ان هو ناشف بشرتك ولا اي حاجه، بالعكس هتلاقيه ان هو حلو كده وشكله جميل جدا على البشره وهيفضل ثابت معاكي. كريم اساس اماندا جميل جدا على البشره، شكله طبيعي برده، هما الاثنين الحقيقه حلوين جدا على البشره، شكلهم طبيعي. في حاجه بقى عايزه اقولها لكم، كريم اساس اماندا ما بيأكسدش على البشره، ما بيغيرش لونه، يعني انت هتحطيه بدرجته هيفضل الدرجه دي ثابته على بشرتك نفس الدرجه اللي انت حطاها، غير تشاو. تشاو بيأكسد حوالي درجه كده، درجه ونص، درجتين بالكتير، بس اكسد تشاو زي ما قلت لكم الدرجه بتقفل شويه، لكن ما بيبقاش غامق وبيطفي، لا بيفضل برده منور وشكله حلو. لكن وانت بتشتري اعملي حسابك تجيبيه افتح منك درجه كامله، لان هو هيأكسد الدرجه دي. فتشاو وانت بتشتري اشتري منه الدرجة الافتح من بشرتك، يعني ده رقم واحد ممكن تشتري لو انت بشرتك مثلا قمحي، لا اشتري افتح درجة لانه هيأكسد معاكي، فممكن تشتري رقم 2، رقم 3، لو انت بتستخدمي درجة 4 اشتري 3، لو انت بتستخدمي درجة 2 اشتري 1، لان هو زي ما قلتلك هيقفل الدرجة دي. لكن اماندا لا، لو انت بتشتريه اشتري نفس درجتك بالظبط، ممكن مسموح ان هو يكون افتح منك نص درجه بس، على اساس يعني لو انت عايزه التنوير شويه كده خلاص هاتي نص درجه افتح، لكن ما تجيبيش اكتر من كده لان هو ما بيأكسدش، عشان ما تضطريش بقى تخلطيه بحاجات تانية وتظبطي لونه. فانت هاتيه متظبط جاهز كده، واماندا فيها درجات كتير جدا تقدري تنقي منها الدرجه اللي تناسبك. فده كان الفرق بين الاثنين، بين اماندا وبين تشاو، الاثنين حلوين جدا واسعارهم حلوه، ده ب90 وده ب130، بس ده اتقل شويه، تغطيته اعلى بتاع اماندا، اعلى من تشاو، لكن تشاو جميل جدا، طبيعي جدا برضو على البشره وحلو، ممكن تستخدميه استخدام يومي لو انت عايزه، بس انا ما احبش ان انت تستخدميه بشكل يومي على بشرتك علشان ما تجهديش بشرتك، لكن يعني احنا بنقول لو انت عايزه بس، يعني بدل كريم الاساس على فكره انت ممكن تستخدمي بي بي، البيبي بيكون اخف ويعني حنين اكتر كده على البشره، لكن انا ما انصحكيش باستخدام كريم اساس يوميا حتى لو كان خفيف، دي نصيحتي ليكي. لكن لو هتستخدميه ممكن حلو ينفع سهرات كمان على فكره، رغم ان هو خفيف وشكله طبيعي ينفع سهرات، لان هو بينور وبيدي شكل حلو جدا للبشره. وطبعا اماندا ده ينفع سهرات جدا لان هو تقيل، وممكن تعمليه طبقه او اتنين قابل للبناء كده يبقى شكله حلو قوي برده على البشره، ما بيكلكعش ولا يتكتل. يا رب ان شاء الله اكون افدتكم ويكون الفيديو عجبكم، ولو الفيديو عجبك ما تنسيش تشتركي في القناه وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد، وما تنسيش اللايك والفولو على الانستجرام، وميرسي ليكم، باي باي.